السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ المهندس احمد زملوت من زملوت تاير اند اوتو سيرفيس برحاب السوق الشرقي. النهارده فيديو جديد زي ما معودينكم كل يوم، هنتكلم على مكنه الشحن بتاع التكييف. احنا جايبين مكنه ايطالي، احدث مكنه دلوقتي، فتعالوا نبص معانا المكنه دي بتعمل ايه. طيب المكنه دي يا جماعه اسمها هوبر ايفو، دي بتشحن نوع الفريون اللي هو R134A. دي بتقيس الضغط، بتشوف اذا كان فيه تسريب ولا لا، وبتشحن طبعا الفريون اللي هو المعتاد يعني. وعشان احنا الحمد لله شغلنا نظيف وبنحب دايما نشتغل في انضف حاجه، جايبين الفريون اللي هو بتاع هاني ويل اللي هو 134A دوت ميد ان يو اس اي. الاسطوانه دي اصليه يعني، حتى مش اللي هي بتتملي او كده، تمام. ده الامان بتاعها. الناس طبعا اللي بتفهم في التكييفات والحاجات دي هتعرف ان الاسطوانه دي اصليه مش حاجه مضروبه. فاحنا نحب نشتغل في النظيف، مش في الصيني، مش في اي حاجه. لا انا عن نفسي جربته في عربيتي واشتغل الصراحه يعني احسن من بتاع الفابريكا، مع ان العربيه اللي جايبها زيرو يعني. في النهايه بما ان يعني الجو بدا يحرر، تعال اظبط التكييف عندنا. عندنا هنا فنيين متخصصين في التكييف هيعرفوا يظبطوا لك التكييف لو في اي تسريب هيقول لك عليه، قبل ما الدنيا بقى ايه نخش على شهر 7 و8 كده. فالحق عاملين كمان دوت بعرض كويس ان شاء الله، تعالوا اسألوا عليه. مستنيينكم، شكرا وسلام.